السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله وعلى جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الوصفة كتجي فوق البرد، كنصاوبوها في البرد ولا في الأيام ديال الشتاء. وصفة تقليدية وكتجي زوينة، المقادير والطريقة في نفس الوقت إن شاء الله. بسم الله، كنحتاج واحد الطنجرة هنايا، غادي ندير فيه الزيت النباتية، واحد جوج معالق ديال الزيت النباتية، وغادي نحتاج ليه واحد الزيت البلدية، واحد المعلقة ديال الزيت البلدية، غادي نحتاجو هنايا جوج بصلات مشقوقين. كنحركهم شويه كلو هكا، وغادي نضيف فيه واحد جوج طماط محكوكين، كنخلي هاد البصله شويه ونكملو تتمه ان شاء الله. هاد الوصفه ديال العدس غادي نحتاج فيه هذا اللحم ديال القديده والكردلات. هاد الكردلات كناخذهم كنفتحهم هكا على الوسط، كنديرهم في الماء واحد 3 سوايع حتى كيترقدوا، وكنفتحوا هاد الكردلات كله بهذه الطريقه. ها هما راه كتبان فيهم العطريه ديالهم، وكنشلي لهم في ديك الماء اللي رقدناهم باش نقص فيهم نيت الملح وديك العطريه اللي درنا لهم، صافي نستعملهم ان شاء الله. بسم الله، بعد ما نزلت لي هاد البصله غادي نضيفو هاد الكردلات هكا، هاد اللحم ديال القديد والكردلات، وغنضيف لهم هاد العطريه. هاد العطريه كنكثروا شويه ديال القزبره مطحونه، شويه ديال القرفه، شويه التحميره، شويه ديال الزعفران البلدي، شويه ديال الاسكنجبير، وشويه ديال الابزار. غادي نحتاج لهم جوج معالق بين القزبر والمعدنوس، جوج معالق ديال الربيع، وغادي نضيف لهم هذا واحد الراس المعلقه كبيره ديال الماطيشه، ونضيف لهم واحد الفلفلة صغيرة محكوكة، ونضيف لهم جوج مطيشات محكوكين، وكنخلطو كلشي هاد المكونات. بسم الله، بعد ما دامج ليا هاد المكونات كنضيفو هاد العدس. هاد العدس كنلقيوها هي الاولى وكنغسلوها، وعاد كنضيفوها هاد المكونات. بعد ما ضفنا هاد المكون غادي نضيف ليهم واحد لتر لاروب ديال الماء طيب، وكنضيف ليه ثلاثة الاوراق ديال الغار، صافي كنضيف ليه هاد الماء طايب لتر. بعد ما ضفت الماء دابا كنقصو شويه البوطه، كنخلي هاد البوطه حتى كيتغلى هي الاولى هاد الطنجره، وكنقصو البوطه وكنضيف ليه واحد الفلفله خضراء، وكنخليوها غير هكا حتى كطيب. راه دغيا دغيا كطيب ان شاء الله. لا على بركه الله، بعد ما كطيب ليا الطنجره غادي نحتاج واحد الصحن وغادي نقدم فيها هاد العدس ان شاء الله. بسم الله، بعد ما درت العدس في هذا الصحن كنضيفو ليه شويه ديال الكمون وشويه ديال الربيع، وكنقدموه بهذه الطريقه
وكنرافقوا بواحد السلطه مغربيه. هاد شويه د الكمون وكنضيف ليها شويه د الربيع، كتجي الطبق كيجي يرافق مع هاد العدس، كيجي زوين وبنين. ويلا عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تشجيعاتكم، والله يسر اموركم، دمتم في امان الله وحفظه.